نعم سيدتي، لاحظنا عند اقترابنا من إيجاد حل أو إيجاد نوع من كسر في الجمود السياسي بين الأطراف الليبية، نجد أن دولة تركيا أو قطر تسعى مرارا وتكرارا بأن تعيق أي تقدم في الملف، سواء كان الملف العسكري المتمثل في لجنة الـ5+5 وتفاهمات على وقف دائم لإطلاق النار، إضافة إلى تبادل الأسرى والبدء فعليا بتشكيل لجان وتنسيق ب تنفيذ هذه البنود. نجد أن تركيا الآن تقوم بتحشيد وبإرسال مرتزقة وإرسال عتاد وتجهيز قاعدة الوطية لتكون نقطة انطلاق لاحتلال ليبيا. ما تسعى إليه تركيا فعليا هو نسف كل الجهود التي تقوم به البعثة الأممية في ليبيا من أجل إيجاد خارطة الطريق وإنهاء للأزمة الليبية. طيب هنا اسمح لي نعم أستاذ أحمد، كما تفضلت الإيجابية وتقدم في المسارات يبدو وكأنها استفزت الجهات التي تسعى لزعزعة الاستقرار الليبي، هل برأيك مع هذا التشحيد أو التحشيد نتوقع رد فعل بخروقات الشد لاتفاق وقف إطلاق النار، سيما أن أردوغان هدد أيضا برد شديد عقب سيطرة الجيش الليبي على سفينة شحن تابعة له؟ نعم، هو ما قامت به القوات المسلحه من تصدي لسفينه الشحن هو لم يكن خارج شرعيه او خارج صلاحيات القوات المسلحه او القوات البحريه، لان هذه السفينه لم تستجب الى نداءات التي طالبت منها التعريف عن نفسها، ثم دخلت في منطقه عسكريه محدده سابقا بانها منطقه محظور الابحار فيها، فهي تأتي ضمن العمليات التكتيكية لسلاح البحرية الليبي ولا يعد انتهاكا أو حتى التعدي على السفن التركية، بل بالعكس قامت به تركيا من إرسال فلقاطات أمام سواحل ليبيا بالأخص أمام بوغرين كنوع من الاستفزاز، وكل يعلم بأن الهدنة في ليبيا هدنة هشة قابلة للانفجار في أي لحظة. ما تسعى إليه تركيا وبالأخص أردوغان هو تفجير أو تصعيد الوضع في ليبيا، لا يريد للأطراف الليبية أن تتوافق على إيجاد حل، هو يسعى نعم. فعليا إلى إخراج نفسه من المأزق اللي وضع فيه نفسه. تركيا تعاني من أزمة اقتصادية ويحاول أردوغان أن يسد هذا العجز في بعملية عسكرية قد كل يتوقعها قد تكون في منطقة سرت الجفرة. طيب هذا أيضا ما أريد أن أؤكد عليه بأن هذه المرة الغايات على ما يبدو واضحة من قبل النظام التركي، سيما أن حظر الأسلحة مستمر وأيضا النظام التركي مستمر بدعم المرتزقة. لكن مفارقة أخرى أستاذ أحمد، أسلحة هذه المرة إيرانية الصنع على ما يبدو بحسب البعثة الأممية، كيف تفهم تواجد الصواريخ بيد حكومة الوفاق والمرتزقة وعلى ما يبدو هي إيرانية الصنع؟ نعم، وهذا يثبت أن تورط الدور الإيراني، نحن أطلقنا عليه فيما سبق تالوت الشر إيران وتركيا وقطر. إيران أصبحت في معزلة دوليا، الكل يعلم بأن إيران وتركيا وقطر دول داعمة للإرهاب وتسعى إلى تقويض أي يعني عمليات السلام سواء كان في ليبيا أو في سوريا أو في غيرها من الدول. إيران ليس تدخل الأول لها في ليبيا، نحن رصدنا تدخل وانتهاك لإيران أبان ثورة 17 فبراير عندما تم قبض على بعض من رجال الأعمال الإيرانيين الذين يمولوا ببعض الطوائف يعني كالأمازيغ مثلا في ليبيا وأعطائهم مبالغ كبيرة للمطالبة ببرلمان الأمازيغ، يعني كان نوع من خلق أزمة جديدة في ليبيا. الإيرانيين لم يتناسوا ما حدث للصدر في ليبيا ويسعون إلى إثارة البلبلة ويسعون أن يكون لهم موطا قدم مثلهم مثل تركيا في شمال أفريقيا، وهو يأتي ضمن المد الشيعي الذي يريد أن يمتد في ربوع الوطن العربي ويحاول إعادة أمجاد دولة فارس من جديد. طيب هل مع كل هذا التوتر هل برأيك سيتم كما هدد به مسؤولي حكومة الوفاق تفجير الحرب مجددا في ليبيا ونبتعد عن مسارات الحل السياسي؟ لا، هو هنا في هذه النقطة لا يستطيعون تفجير الوضع لأن هم سيصبحون في موقف حرج جدا، لأن البعثة الأممية فعليا أصبحت في موقع يعني موقف حرج. السيدة ستيفاني تسعى إلى إيجاد حل وهم الآن يقوضون هذا الحل، إضافة إلى أن هناك تصريحات أو تلميح من السيدة ستيفاني بأنها ستستخدم عصا مجلس الأمن ضد معرقلي الاتفاق أو معرقلي السلام في ليبيا. فأعتقد بأن من سيفجر الوضع هو تركيا، لأن تركيا ضربت بعرض الحائط قبل هذا الحادثة، لم تعير اهتمام للمجتمع الدولي، والسيد أردوغان ينتج
القرارات الدولية ويقف ضد المجتمع الدولي، هو الآن سيصبح في معزل، يعزل نفسه شيئا فشيئا. أما حكومة الوفاق أعتقد بأنها لا تستطيع أن يعني تقوم بتصعيد إلا عن طريق تركيا مباشرة، لا تستطيع. نعم، أتشكرك جزيل الشكر أحمد المهدوي محلل سياسي، حدثنا مباشرة من بنغازي.